من سوريا ساندرا، تفضلي لعندي لو سمحتي. شكرا. لعندي لهون. ايوه. استاذ زازا حسن، ساندرا مش اول مره بتمرق باختبار العصا، بس حابب اعرف منك اذا في اي تطور او يعني افهم منك شوي رايك. يعني النهارده يعني عملت شويه تحسن وربنا يقويها، انا ما اقدرش اقول اكتر من كده. كانت كويسه، ما فيش اي حاجه، أنا كويسه جدا. شكرا. سيدي نادرة عساف، ضروري اسالك. انا بدي كثير اعتذر من استاذ زازا، مع انه عاده كثير نحن على ذات الراي، بس انا ما فيني اكون على رايه ابدا. انا ما شفته كويسه ابدا. استعمالك لجسمك من راسك لكعب اجريك ما فيها شيء من النعومه. هزي انا واعم اسم البرنامج، بس انت هزتك مش ناعمه ابدا. بلبنان وقت الولد عم يتعلم يمشي بنقول له دادا شطة بطة. لو هالبرنامج اسمه هزي يا بطة، معقولة تقدري يا ساندرا تكتسبي، بس هزي يا نواعم ولا ممكن. بعتذر، بس هيدا رأيي. شكرا شكرا. أستاذ سينو أسمر، كمان بدي أعرف منك إذا في أي مداخلة أو شو رأيك؟ كل الحق معك نادرة، لكن روقي عليها. ما بعرف ليش اليوم انت شوي عصبية نادرة، وكان بودي تعملي مثلي. صحيح انه بس مسكت العصا ضيعت الرقصة، بس هتهز بايدها بيوقف خسرة، وبس تمشي بيوقف كتافها. يعني وكأنه مفكفكين عن بعضهم، مش ملحومين تيشتغلوا سوا. معك حق، لكن هي بالسابق رقصت حلو. ان شاء الله اذا زمطت اليوم باللاحق ترقص كمان حلو. الغنية إيقاعها كتير منيح، كان مفروض تكون مرتاحة أكتر. يعني أنا أكتر من مرة ضربت الكاميرايات على خسرة، خسرة جامد وكأنه من برونز. هيدا بيعني أنه الإيد والإجر والكتف والخصر والصدر والبطن كلهم لازم يتحركوا بالرقص الشرقي. اكيد كل واحد بيتحرك على هواه وبالوقت المناسب. ساندرا شدي حالك شوي، مش شدي الفستان، بالعكس رح ارحل الفستان، وشدي انت حالك حتى نتقدم بالمستقبل وتبقي معنا. شكرا استاذ سيمو. شكرا ساندرا. لو سمحتوا تضعوا العلامات، بنشوف ردة فعلها مع اميليا. شو يا ساندرا؟ وجع؟ أولا غيرت كل راسي. شو غيرتي؟ ما شفتي جيت، كنت أنا عندي شي على الدرج. ما بدي أعمل شي. ما بدي اعمل شيء. ساندرا تفاجأت بآراء لجنة الحكم، أما إستيل فتفاجأت بهدية غير شكل من كوستاريكا. شو هي؟ تابعوا هالروبورتاج. بوبي كان أستاذ أنا مامي بالمدرسة، هيك تعرفوا على بعض. هو كان أستاذ الموسيقى تبعها. بابي ومامي وقت تجوزوا كانوا كتير صغار، سو يعني ما بعرف كيف أوقات بحس إنه كبروا وكبرنا كلنا سوا مع بعض. ما بحس إنه بابي ومامي مامي من هي مامي من نحن صغار كانت تحب كتير الرقص والغنى، إنه كانت كتير دايما فرحة مبسوطة هيك. يلا ما نفس الدين ساعة نشوف إستيل جاي من كوستاريكا، محمسين وحابين نشوفها لأنه بنحبها. نحن ثلاث بنات وصحابي، أنا أكبر وحدة، وبعدين بريسكا، وبعدين تادي، وبعدين ريتا ماريا. أنا وبريسكا إنه بيني وبينها في سنة وثمانية شهور، إنه بينا مع بعض وعشنا كل ال يعني مثل كأنه توم. تادي هو إنه غنوج شوي، يعني شفت انه الوحيد بين ثلاث بنات.
ريتا ماريا هي انه بيني وبينها في 5 سنين. وقت ريتا ماريا خلقت كان بابي كان مسافر ورفت مامي كانت واحدة ومن بعد سو من هي وصغيرة ريتا ماريا ما بعرف ليش انا كنت فكرها مثل كأنه بنتي. وريتا ماريا كمان انه كتير اندبندنت. شو قلت له ريتا ماريا هيك ماني تعرف انه ريتا ماريا انه وين مامي اسمها ريتا كمان. انت مش لقيت فيها ريتا ماريا؟ مش هيك جايبه سيرتها؟ عن جد؟ كتير كتير؟ وقت سمعت صوتها هيك عم تقول لي شو ريتا ماريا مدري شو ما صدقت بلشت اسمع اصوات من كتر ما كنت عم بتذكر ومدري شو ما نطرت من الطياره. بعدين ريتا ماريا وقت فاتت وراها ما كثير 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 حلو. انا فتت وهي عم تقول لها ريتا ماريا سبعة زي حدا. هيدي مامي مامي وهيدي ريتا ماريا اختي الصغيرة. هلك عم بقول لك انه مثل بنتي. بغض النظر شو بتكون النتيجة انت بالنسبة لعلي الانسانة بحبها كتير يعني لانه تربح وتكون مبسوطة اهم شيء. Thank you.
استيل من لبنان والعاني. بدي اسال ست نجوى فؤاد، استيل لعبت بالنار، واللي بيلعب بالنار خطره لسه يعني مش كثير، فرقصت مع النار هالمره، شو رايك؟ يعني هي رقصت النار الحقيقه محترفه ليها عندنا في الموالد، رقص الموالد، لكن هي استعملتها استعمال كويس جدا وانا عجبتني شخصيا. شكرا. استاذ سازة حسن، شو بتحب تزيد؟ والله يعني زي ما قالت مدام نجوى فؤاد، في واحد هو اللي هو بياكل النار، بيمسك النار كده وموكلها بقه في المولد بيعملها. هي اتطورت يعني، وايام الفراعنه برضو كانوا بيرقصوا بالنار، بس كانوا بيرقصوا بشمعه واحده شمال وشمعه يمين، وكانوا بيرقصوها كده. بس الميكرو لو سمحت انا افهم عليك بس مش اكثر. لا ده انا بديك حركه. أوكي. يعني بيرقصوا بالشمعه بايديهم بس، فهي كانت عملت الشكل ده، فشكل مش بطال، وانا شفته امبارح واقتنعت بيه وقلت لها، لان طبعا ده رايها الشخصي ما بنقدرش نتدخل فيه. نعم. وطبعا انا عشان انت عارف بحبها ما اقدرش اقول لا. شكرا. سيدي نادرة ما رح اسالك لانه مبين على وجهك انك مبسوطه وحبيتي، فما رح اسالك. شكرا. لو سمحتوا العالمات، ورح نشوف رده فعلها مع اميليا من الكواليس. اها تيتي تخبل. شو نترى شو بقول؟ قولي لي انتي شو حسيتي؟ حسيت كنت كثير فزعانه لانه ما كنت عارفه شو بدي يكون رده فعلي. طبقت بالاول كثير بس شرحت بالاخر. حسيت انه تو ماني ايموشنز بنفس الوقت، انه مامي هون لاول مره هي واختي عم يشوفوني، النار بين ايدي والحكم هيك دقت، طلعت كثير مربكه. بالنسبه لي انا وقت برقص بالنار يعني شيء انا هو ما انه ما كثير خصو بالرقص الشرقي، وقت اللي انه وقت بيكون في حكام عم يشوفوا بدهم يحكموا عليك اذا ايه ام لا، عرفت اذا حبوه ولا لا. اللي بتكون عم ترقص مع اللي ما هلقت قوي بتفزع لانه مش وحده. زازا كتير كلاسيك، بحب كتير الأشياء كلاسيك، مشان هيك كان إنه من امبارح كان إنه عم يجرب يساعدني لأنه عارف إنه أنا قررت أعمله بالعمل النهار، بس هو إنه أنا بعرف إنه مش مرتاح. شفنا ردة فعل استيل، شفناها عم تلعب بالنار، وبعد البريك بنشوف مزيد من المفاجآت بهزي أنا واعم. إلى مشاهدي الـ بي سي في أوروبا، مشاهدي الـ بي سي بكل انحاء العالم، اهلا وسهلا فيكم من جديد ببرنامج الفن والحماس World Belly Dance Championship. نايرا اختارت الدف، ساندرا العصا، استيل النار. قبل ما نكتشف شو اختارت ليلى منتابع روبورتاج خاص عنا. My mother didn't let me dance and she take all my costume, but I cry and some
situation happened in my family. Now she very big designer of belly dance costume and she cannot live without belly dance at all. What can I say about my father? You know, 3 years I didn't see my father. He was very quiet. No, my mother was like father and like mother. My father didn't work all the life. My mother worked too much. I really didn't have father in my life. I didn't feel protection. أوكرانيا اختارت الطبلة طبعا. بليز ليلى. ليلى ليلى يا ليلى. اوكي احنا بانتظار انه ليلى توضع السماعات تتوجه بالسؤال للسيدة نادرة عساف. امتحان توازن نوعا ما كان فرجتنا اياه شوي ليلى صحيح؟ ايه شو صحيح. رأيك؟ اكيد صحيح. اول شيء رأيي انه مش انا اليوم ما بعرف شو بني بس انه بحب حدا يفرجيني مثل ما ليلى فرجتني. ساعتها بابتسام وكون مبسوطة. واضح يعني الحق على الحق. اوكي؟ اوكي. اول شيء هي جسمها بهز وقت اللي هي بدها تهزه مش بعد العشر دقايق من ما قصدت الهزة. تاني شيء استعمالها للقطعة اللي هي عم تستعملها اللي كانت درباكي كان كتير حلو وفايت بالجو تبع الغنية وتبع رقص الشرقي. سو كله على بعضه كان كتير منيح. حتى انت وعم بتعبري عن الفرح بعصبية. لا بقوة. صحيح شكرا.
استاذ زعزع حسن، سؤال موجه لك، شو رايك وحبيت؟ والله ليلى يعني ابتدت تسمع كلام واستشارتنا كتير امبارح في حاجات وترجمنا لها الاغنيه وقدرت يعني تعمل مفهوم او تعمل حاجه بنسميها سبيكتاكولير، يعني الناس تتبسط منها وتنجح، انما مش بطله وكويس قوي، واتمنى لها التوفيق. شكرا. ست نجوى فؤاد، ده اسمه رأس شرقي. باختصار وبس للآخر، شكرا على كل حال. ثانك يو ثانك يو ليلى. لو سمحتوا توضعوا العلامات، واكيد ليلى كثير مبسوطه، رح نشوف اذا هالشيء مزبوط مع اميليا من الكواليس. صباح الحمد لله. What? I really happy that I'm okay now with my body and my face in one time. Wow. Because it was just body, now come face. I should really study Arabic. You are happy? Yeah. Merci Leila. Thank you. You are beautiful. It was a very beautiful show. Very long time didn't hear good comments, maybe two or three show, I don't remember. And for me, just this what happened with me 5 minutes ago. Oh my God, I don't know. It's really good, but I was really scared about this dance because not too much belly dancers or belly dancers use their boca. مثل ما شفنا ليلى مبسوطة بعد ما أثبتت للجنة الحكم إنها أوكرانية وقادرة ترقص شرقي. هلأ منشوف كيف كان هالأسبوع على رنا. أنا هلأ جيت من التمرين، كان صار لي كل نهار عم بتمرن، كتير تعبانة. كان عندي تمرين اليوم مع أميليا، كان تمرين منيح. أي خيفان كتير على البران، مش خايفة فل، يعني بالنهاية رح فل، بس ما بحب يعني من أنزل من فوق لتحت، يعني انه بالبرايمات اللي قبل كنت عم بطلع شوي شوي، فما بدي ارجع انزل. كنا شاطرين، يعني اللي كنا لقينا شاطرين من عاد، ف بين تك والتاني كل وحده منا رح تفل، يعني بطلنا فينا نقول مثلا بتوقع هاد فل هلا او هاد فل هلا، يعني بقعد بفكر بالاشياء اللي تعلمتها بالتمرين و النصايح اللي أعطوني إياها الأساتذة، بفكر كيف بدي أستعملها. اشتقت لحياتي الطبيعية، أنا اللي كنت عايشتها قبل ما أجي على البروجرام. ما بعرف رح تكون حياتي بعد ما أطلع من البروجرام. صرنا على آخر، يلا راجع. يمكن أهل البراند. Thank you.
رنا من لبنان اختارت الإشارة لتوجه بالسؤال لسيدة نادرة عصاف. نعم، شو السؤال؟ أنا بتذكر إنه كنت تحبيها لرنا، بدي أشوف بدي أطمن بس. أنا بحبهم لكل المشتركين. لا بتحبي رأسهم أنا قصدي. آه يس أوكي هلا وضحت. لا أنا التعليق ما شفتك كتير استعملتي الفوال صح، يعني هيدا كان أنا يعني حسيت رح تستعمليها أكتر بس كبيتيها كتير بكير، بس أنا حبيت كيف رسمتي تابلو بجسمك بهالفستان بهاللون الأزرق، يعني بصراحة حسيت حالي قاعدة على البحر عم بتاخد بهالهوا وهالنسمة الهوا، انبسطت. Thank you. شكرا. ست نجمة فؤاد، قدي الإشارب فيه أنوثي وقدي بيساعد الرقصة؟ الحقيقة رقصت برزانة جامدة جدا جدا جدا، يعني ده الرقص اللي ايه يبقى كده، يعني يدي المعنى ببطء على نفس الريتم. نعم على ايقاع صح ورزين مش كده. برافو برافو رامي. شكرا. استاذ سيمو اسمر تفضل اذا في عندك شيء مداخله. لا المداخله ما عندي اياها لهلا مضبوط لانه اللي كنت بدي اقوله قالته النجوى. بس شو رايك برنا؟ وفكرت فيهم اذا قالت نجوى هي ما حكت عني نجوى، حكت عن الرائسه ولا حكت عنك. بس رنا بقدر اقول انه يلي قالته نادره حلو كثير واللي قالته نجوى حلو كثير. بيبقى انك تطلع فيها تطليعة تشوف إذا طلعت فيها ولا بعد. إيه بعتقد إنه من تطليعتك منلاحظ إنه هل الرقصة البطيئة اللي عندها إياها فيها نعومية وفيها إحساس وفيها نقل يلي جواتها للمشاهد. شكرا. حلو. شكرا شكرا. لو سمحتوا تحطوا العلامات ونشوف شو عملت رنا مع أميليا زيدان. قبل كل شيء ظهرك منيح أحسن؟ الحمد لله. مظبوط مع الغيب ومع الموسيقى ومع كثير طبعا موسيقى. ما كنت محضرة شيء من الرقصة صراحة، كنت أعمل شيء ثاني واليوم بالتمرين غيرت كل شيء، يعني الفوال ما كان فيه استعملها كل الوقت، بدها تقلل من قيمتها لغني مشان هيك فت فيها وبعدين دغري كبيتها وكفيت. رنا بنتمنى لك كل الحظ وان شاء الله تكفي معنا. هلا بننتقل لروبورتاج بيكشف لنا طريقه جديده ابتكرتها فدوى لتبرد اعصابها. حاسه بنفسي حنفجر نار شعلها فيا. انا متوتره كثير ومش عارفه، يعني صار الضغط قوي، صرنا في الاخير يعني قطعنا شوط كبير وبيطلبوا منا كل مره تجديد مش نفس الطريقه ونفس الرقصه. برايم ده فيه مفيش رقص عادي، مش ما بيعتمدش على الجسم بس، بيعتمد على التقنيات، كل واحده حترقص بشغلها. بيرقصوا حلو اللي يعني عندهم تقنيات ومحترفين في الرقص. عاوزة اعمل مجهودي وهعمل مجهود اكتر من مجهودي عشان انا ما بحبش الضعف وبكره الاستسلام، ولما بحب حاجة بحب اوصل لها باي طريقة.
فتوى من المغرب. إلي إلي خلي لنا اياها، تعال نقعد عليها، نقعد عليها، تعال قعدي حبي. ست نجمة فؤاد مريحة هالطاولة، مش معروفة طاولة أو كرسي. شو رأيك برقصتها لفدوى؟ عم ريحك شوي. فدوى رقصة حلو، بس الترابيزة اللي استعملتها مش حلوة، لأنها أولا مش ماشي ديكور، ثانيا ما استعملتش المسرح كله بجوانبه، يعني ما خلتش الدياجونالات، يعني في هنا دياجونال لازم الناس هنا تشوف، لازم هنا تشوف، لازم هنا. المسرح متقسم له تقسيم، فالمفروض يعني تسأل الأستاذ المصمم لما أرقص شرقي لوحدي أرقص إزاي، لما أجي أوري اليمين إزاي، أوري الشمال إزاي. فده حاجات مهمة جدا في الرقص. والترابيزة دي حتى الفنان اللي عملتها ما بانش لا رجلها بانت عملت ايه، وايديها اتكتفت كده. فسوري فدوى، شكرا بس برضو حلو، برضو حلو. إذا سيمو أسمر الواحد قاعد بجنيني حلو. ان شاء الله تكون مرتاح. انا مرتاح. القوا ظهركم على بعضكم مشان ما يوجعكم ظهركم انتوا قاعدين هيك. انا انا بالنسبه لي اللي قالته ست نجوى حلو، يعني معها حق كتير، بس ما بيمنع انه فدوى عجبني رأسها يعني حلو. لو بتسأل نادرة تنشوف أكيد. شو رأيها؟ اكيد بدي اسألها. تفضل ست نادرة. انا حسيت حالي عم بحضر مشهد من فيلم، كأنه وحدة يمكن قاعدة على البلكون، اكيد يعني محل محاصر مش كتير كبير، وعم تحكي عن مراحل الحب، ان كان القوة او السعادة، الوجع، يعني كل شيء اللي منحسه بالحب يلي هو كل هالانواع. انا وصل لي هال اكيد. انا هيدا الرسالة اللي وصلت لي، وانا قلت عنك مرة انك امرأة خطيرة، وبعدني بوقف عن كلمتي، بعدك امرأة خطيرة وانت امرأة نادرة. شكرا على كل حال. تفضلي فدوى، لو سمحتوا تضعوا العلامات. واكيد فدوى مبسوطة، هلا بنشوف ردة فعلها. شو مبسوطة ولا لا؟ مبسوطة؟ شو؟ الحركة اللي كنت عاوزة أعملها جربتي؟ جربتي شفتك. الحمد لله. الحمد لله. راضية من شغلك؟ ماشي كثير. ماشي كثير؟ ليش؟ عشان في التدريب لما كنت أنا وأنتي كنا أحسن، يعني كان إحساس أكثر. لكن حتى الطاولة صاحبت عليا ازاي الف وازاي اقف، يعني بحس بنفسي اني حقع، يعني عندي لازم. كانت كثير قريبه على المسرح، قريبه وحتى عشان الرخامه مش قامه وصعبه الرقص فوق، لكن حاولت. المهم اديته الحب. لكن الرأس بيني وبينك لا لا حياتي، كان كثير منيح، بس نقصك شوي موفمون، بس كان كثير منيح، كثير اوريجينال، وانا حبيتك صراحه. انا مبسوطه من اللي قالوه، لكن انا مش مبسوطه من الرأس اللي رقصها، لاني انا تدربت عليها احسن من كده. عمري ما هقول لك لا حافظه، لكن بتمنى. فدوى بنتمنى لك التوفيق. هلا بنتوقف مع بريك اعلاني وبنرجع بنشوف الصبايا السته بالاختبار الثاني. Thank you very much. بحبكم كثير كثير، بتمنى دائما تضلوا معي. بحبكم كثير. Up to date. الفيلم من إنتاج أوبرا وينفري. Now say goodbye to Vegas, Celine. أخبار جديدة متنوعة وغريبة. طلقت للمرة 15/20 وقفنا العيد. Up to date. سبت 10:30 المساء سي بي تي، 12:30 بتوقيت السعودية على LBC Europe. برحب فيكم من جديد بهزي أنا واعم.
بعد مرور الصبايا الست بأول اختبار صار وقت نكتشف مهارتهم بارتجال الحركات الراقصة والتفاعل مع ضابط الإيقاع جينو نوفل يلي رح يرافقهم على الطبلة. نبدأ مع نايرة. يا شباب هيرا ميرسي. ست نجوى فؤاد، صعب هذا الاختبار، بدها تضل الراقصة بناية حاضرين. اللي عايز اقوله ان الايقاع ممكن الانسان زي التمثيل ممكن يمثل وهو كلوز وهو امرس وهو توتالا وهو ميديم. فالايقاع ممكن الصدر يتحرك، ممكن الايد تتحرك، ممكن العينين تتحرك، ممكن الرقبة تتحرك، ممكن الرجل تتحرك، ممكن الوسط يتحرك. يعني لازم كله يتحرك مش جزئية واحدة. سوري. شكرا. استاذ سيمو أسمر، أنا أتألك للمضبوط، يعني إيقاعة ما حركنا بس مش أكثر من هالقد، ورحب النقطة بس هيك والله حرام. اوكي ميرسي نايرا. بطلب من اللجنه الحكم انه توضع العلامات، وبدي اذكر المشاهدين انه هالنقاط رح تضاف لعلامات الاختبار الاول، والنتيجه النهائيه بنشوفها باخر الحلقه. بننتقل هلا لنشوف كيف رح ترقص ساندرا مع الطبله. ساندرا باختبارها الثاني مع الطبلة. تفضلي لعندي ساندرا. دايما بتبعدي عني ما بعرف ليش. يلا استاذ زازا، الايقاع هو اساس الرقص. اساس. شو رايك بايقاع لساندرا؟ هو الاساس. الايقاع دايما بيبقى عباره عن انه ماتش بين الطبل وبين الراقص، وبيلعبوا بعض. نعم. يعني ممكن هي تقوم تقول له تتتم ويقوم هو يديها فاضي ويقع منها، وهي يعني الراقصات اللي قدام زمان كانت بتعمل شو مع الايقاع. صحيح. طبعا دلوقتي ما اقدرش اقول انها عملت شو مع الايقاع. والايقاع اتنسيون، الرعشه مش هي كل حاجه في الرقص،
الستوب امتى اقف على المزيكا على الايقاع وامتى اقف، وده اهم حاجه. متشكرين جدا. شكرا ست نجوى فؤاد. الايقاع برضو زي ما هو قال ان مش رعشه بس، يعني لو قلنا الفن التجريبي لما بيشتغلوا وبيعبروا لك عن حاجات من غير ايقاع من غير مزيكا خالص، وبيوصلك العمل اللي هم بيقدموه لانه حركه. الحركه دي بدايه القليقه من هابيل وابيل، يعني الحركه دي مهمه جدا. فانا لسه شايفاهم هم عايزين تدريب كتير، عايزين تدريب كتير. صحيح ست نجوى، بس هون المقصود من هالاختبار هو انه تكون سريعه البديهه لانه ما في تمرين، هذا ارتجال. عرفتي كيف؟ هي ارتجلت ارتجال جزئيه معينه يعني. نعم. يعني ما لحقتش اشوف هي عملت ابداع ايه. ما فيش ابداع. شكرا. 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 لو سمحتوا توضعوا العلامات. وهلا منتابع مع استيل وجينو. استيل تفضل للعمدة. ست نجوى، استيل قدمت اربع حركات مبدعين، يعني فيهم فعلا ابداع. ما اعرفش هي حافظاهم مع مستر زازا او هي من عندها الخلق ده، فبرافو. شكرا. بس بدي اذكر انه هذا اختبار ارتجالي، يعني ما في شيء محضر، يعني هي لحقت الايقاع والايقاع لحقها. برافو. يبقى عملت اربع حركات من شكرا. عندك. شكرا. استاذ زازا حسن، انا دايما بقول لكل التلامذه اللي بشتغل معاهم، يعني ممكن يرتجلوا بس لازم يرتجلوا فنيا ويستعملوا الخطوه الصح في المكان الصح، وده اللي عملته ست ستيل. يعني شفنا شوي من شو كانه مثل اللي كنت عم تحكي عنه هيك، وصار في هيك ولو ثواني قليله او نص دقيقه او دقيقه في شو انعمل بينه. لا ساعدتني وبتلعبوا وترجمت الكلام اللي انا قلته قبل كده بدقيقتين. صح. وميرسي. شكرا. والله ميرسي. ميرسي يا ستيل. لو سمحتوا العلامات ولحظات مع الاعلان، ونرجع نتلاقى مع مزيد من الايقاعات والرقصات. هدفها كان تأجيل العرس، بس ظروف أقوى من الكل. عجيب رح تقلب فرح الحارة لحزن كبير. داري من حد الضباك رح أخذه لو بعد 40 سنة. باب الحارة يوميا 6 المساء سي تي 8 بتوقيت السعودية على LBC يوروب. من جديد برحب بكل مشاهدي الـ LBC والفضائية اللبنانية بكل أنحاء العالم.
مع كل حلقة من هزي أنا واعم عم تقدروا تتعرفوا على جوانب كبيرة من قواعد الرقص الشرقي من خلال ملاحظات اللجنة الحكم القيمة ومن خلال أداء المشتركات يلي عم يتطور من اختبار إلى آخر. خلينا نشوف ليلى المشتركة الأوكرانية كيف رح تتفاعل مع آلة الطبلة الشرقية. ليلى ليلى بليز ست نجم فؤاد قدي ليلى بينت شرقية. انا صحيح ما حسيتش انها اوكرانية ما حسيتش وزنها عندها اذن كويسة جدا حافظة الايقاع مظبوط 100% فشوية صغننين دونها اللي انا شفتهم دول اكيد هيجي منها اشياء مبدعه بعد كده. شكرا. استاذ سينو اسمر. نعم تفضل. شو رايك؟ سؤال زيته؟ لا شو رايك؟ رايي حلو اللي رقصته حلو كثير ايقاعها حلو حركت كل جسمها وحركتنا مشاعرنا ومشاعر المشاهدين بعتقد انها كثير منيحه. اكيد. شكرا. ثانك يو ليلى. لو سمحتوا العلمات وهلا رنا مثل كل المشتركات قطعت نصف المشوار ولازم تقطع هالاختبار. بنشوف كيف رح ترقص برفقه جين ونوفل. رنا سيدي نادرة شفتك عم تضحكي انا برتاح بس كون عم تضحكي ما بعرف اذا انت قريت الضحكه مضبوطه لي انا كنت شوي حاسه معي كانك انت خايفه يعني انا عم بتطلع بوجهك اكثر ما كنت عم بتطلع بشيء ثاني لانه حسيتك عم بتضيعي ويعني هل يمكن الحوار بينك وبين الطبلة ما كانت موجودة بالنسبة لإلي. شكرا. أستاذ سيمو أسمر كيف بين للرجي الحوار بين رأسها لرنا والطبلة؟ بين حلو بس أنا بفتكر إنه كان لازم تتروح شوي أكثر حتى تقدر تضبط ضابط الإيقاع اللي هو جينو وتضبط خسرة وتضبط النهاية تبع رقصتها وتكون نهايتها
مش مثل ما بيقولوا بالفرنساوي مقطوشة هيك مثل دمبة السمكة، لازم تكون كانت واضحة ومبينة. شكرا. شكرا لسي سيمو. شكرا رنا. لو سمحتوا العلامات، وهلا بنوصل لاخر مشتركة ومنشوف كيف رح تتفاعل فدوى مع ضابط الايقاع جينو نوفل. Thank you.
لما تنسى.